نقول لإخواني احرصوا دائما على لازمة الخطب، ولازمة الخطب هي دعوة الناس إلى الاحتياط والأخذ بالأسباب كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في الهجرة، يعني الكمامة، التباعد، مطهرات، الابتعاد عن التجمعات، عدم المصافحة، عدم التقبيل، أشياء كثيرة أوصانا بها سادتنا الأطباء الذين ندعمهم بالدعاء، والله غير ندعو لهم أكثر من أنفسنا، ندعو لهم أكثر من والدينا، لأنهم في الجبهة في الخط الأول من خطوط النار ينافحون ويكافحون. ربي إن شاء الله يثبتهم، ربي إن شاء الله يثبتهم ويعينهم، ونحن معهم ندعمهم في السراء والضراء. فينا اللي مرضوا والديه ما يقدرش يدخل لهم بالكورونا، ولكن الطبيب يدخل والممرض يدخل، أنت ابن وأخ ما تقدرش تدخل المريض تاعك، ولكن هم يدخلون يعوموا في وسط كورونا مجاهدين. ربي إن شاء الله يثبتهم وينصرهم ويعاونهم.